فاش شفت النقطة أنا تصدمت، يعني مرة ما كنتش متوقعة 19، ما توقعتهاش، يعني كتحس براسك سبيسيال داك النهار. ممتنة لهم كاملين بهم واحد واحد، والدراسة عام بعد كانت ناجحة بالفضل ديالهم، يعني بقاو معنا أجور تان لا ديغنييغ مينوت. ديت 19.75 في الرياضيات، 19.25 في الفيزياء، 19.75 في العلم الحياة والأرض، 19 في الإنجليزية، و 15.5 في الفلسفة. ولكن ماشي حتى لديك الدرجة، لأنه ما غيخدم والو وغيجيب نقطة، يعني كلشي كيجيب الخدمة. الفشل ماشي عائق، بالعكس الفشل هو اللي كيعلمك انك كاين واحد المشكل تما خصك تحلو، يعني باقي خصك تعمل بزاف لي زيفور باش تتجاوز ديك الفشل، تجاوز ديك العائق. يعني اسم ديالي هذا شفيق، وديت اعلى معدل بكالوريا في جهه طنجه تطوان الحسيمه بمعدل 19.17. في جهوي كنت ديت 19.25. يعني المسيره الدراسيه ديالي كنت دائما يعني مجده، كنبغي العمل، كيعجبني نفوني دي زيفور باش نوصل لداكشي اللي باغا، ودائما كيعجبني التميز، وكنظن هذا هو اللي خلاني ندي نقطه مزيان الحمد لله. صراحه لا، مره ما كنتش متوقع عندي اعلى نقطه في الجهه، يعني كنت كنتوقع انني ندي شي نقطه مزيانه حيت عملت بزاف دي زيفور. بالحق باش ندي اول نقطه في الجهه كانت غير متوقعه، صراحه مفاجاه. هو صراحة بريباراسيون ديال الباك كتبدا من الاول ديال العام الدراسي، يعني من الاول ديال العام الدراسي كيبدا ديك لاشارنمون، خصك تكون دائما اجور. ولكن لا بريباراسيون اللي ديال الباك ديال بصح كتبدا من الكونفينمون، اصلا ما كان عندنا ما نعملو، كانت كنا كلشي جالس في الدار، يعني كنتي كدوز الوقت ديالك في القرايه كتبريباري للباك، يعني نقدر نقول 4 شهور. الدراسه عام بطبيعه الحال صعيبه، ماشي بحال الدروس الحضوريه، ما كاينش ديك الكونتاكت مع الاستاذ، ولكن الحمد لله الاساتذه ديالنا عاملين معنا دي زيفور. الواحد خصو يكون يعرف ينظم الوقت ديالو، تكون عنده ان ميثودولوجي، يعني يقول غنعمل مثلا 4 ساعات ديال الماط، 4 ساعات ديال الفيزيك، فين عندي المشكل، فين الناقصه، ويخدم على انه يعمر ديك لي لاكون اللي عنده خاويين. الخدمه هي اللي غتجيب لك نقطه مزيانه، يعني ما تقولش غنعمل لو مينيموم دي فور غادي مزيان. انا ما صراحه كنامن بالخدمه، حيت ما نقدرش نقول لك كاين حالات اللي كيكونوا داكشي هبه من عند الله، ولكن اغلبيه المرات الخدمه هي اللي صافي، يعني الواحد طبعا غيكون ذكي، ولكن ماشي حتى لديك الدرجه، لانه ما غيخدم والو وغيجيب نقطه، يعني كلشي كيجيب الخدمه. طبعا كتبريباري الدروس ديالك، ولكن اهم حاجه هو التطبيق، يعني خصك تدبر تمارين من هنا، من كتاب، من الانترنت، يعني كتبقى تدبر دي زيكزارسيس باش كتخدم جميع الحاجات اللي يمكن يطيحوا، باش فاش كتجي للوطني ما كتجبرش شي حاجه غريبه عليك. الصراحه انا توقعت يكون اسهل، حيت كلشي كان كيقول النص المقرر ما كاينش، جائحه كورونا، الحجر الصحي، يعني غيسهلوا معكم. صراحه لا، يعني كان امتحان بكالوريا بحال اي امتحان عادي، نقدر نقول باللي اصعب في بعض المواد. بالحق زعما الواحد اذا كان يعني بريباري مزيان يقدر يخرج راسه باي طريقه. ديت 19.75 في الرياضيات، 19.25 في الفيزياء، 19.75 في العلم الحياه والارض، 19 في الانجليزيه، و 15.5 في الفلسفه. يعني انا اصلا انا فاش جيت للدار حيت ما تعطلوا علينا باش يعطيونا النقط، عرفتي واحد الخلعه. المهم فاش شفت النقطه انا تصدمت، يعني مره ما كنتش متوقعه 19، ما توقعتهاش، يعني بديت كنجري قلت لماما، واحد الفرحه مش عاديه، وكلشي كيعيط، كلشي فرحان، يعني كتحس براسك سبيسيال داك النهار. اولا العائله ديالي كامله، ومي بارون بالخصوص، يعني كيبقاو يعطيوك ان سوتيان مورال، كتحس براسك بلي اكومباني، كيعطيوك الثقه في النفس. طبعا كنشكر بزاف الاساتذه ديالي، حيت عملوا معنا مجهودات جباره، فريمون انا ممتنه لهم كاملين بهم واحد واحد، والدراسه عام بعد كانت ناجحه بالفضل ديالهم، يعني بقاو معنا اجور تان لا ديغنييغ مينوت. صراحه ما باقي والو الوطني، وباقي كنعملوا الدراسه عام بعد، يعني انا كنشكر فريمون الاساتذه ديالي. انا الفشل عمرو كيكون عائق، بالنسبه لي الفشل ماشي عائق، بالعكس الفشل هو اللي كيعلمك انك كاين واحد المشكل تما خصك تحلو، يعني باقي خصك تعمل بزاف لي زيفور باش تتجاوز ديك الفشل، تجاوز ديك العائق. يعني دائما كاين الفرصه الثانيه. بعدا بالنسبه للناس اللي جابوا الدوره الاستدراكيه، راه باقي خصهم يبقى عندهم الامل ويبقى عندهم العزيمه، ان شاء الله غادي يجيبوا الباك ديالهم. غير الواحد خصو يكون دائما تايق في راسو، يقول بلي انا غنوصل للحاجه اللي باغيها، وديك الساعه كتوصل، يعني كتجاوز جميع العوائق والفشل اللي تقدر تجاوزها. صراحة انا دابا في هذه المرحله، يعني هذه المرحله صعيبه، تقرر شنو غتعمل في المستقبل ديالك، باقي ما عارفه شي واش غنتوجه للمجال ديال الطب ولا المجال ديال الهندسه. حق نقدر نقول بلي عندي ميول للمجال ديال الهندسه،
بخصوص زعما مجال ديال الهندسه في الاعلاميات او لا في الذكاء الاصطناعي، داكشي اللي عنده علاقه بالمهن ديال المستقبل. حقا ما عرفتش يعني مثلا اذا جبت ميديسين راه غنبقى هنايا في المغرب. بالحق مثلا اذا بغيت نتوجه في مجال ديال الهندسه يمكن نبدا بالاقسام التحضيريه هنايا في المغرب وندفع لشي مدرسه على برا يمكن ان شاء الله. كنقول بلي زعما انا بالنسبه لي ما بقاتش في نعمل ولدي في احسن مدرسه، يعني نخلص عليه بزاف ديال لي فري دي سكولاريتي باش انه يكون مزيان. كيبقى كلشي المجهود الشخصي ديالك، يعني اذا كانت عندك العزيمه وباغي توصل شي حاجه وعرفتي تنظم الوقت ديالك راه غتوصل للحاجه اللي بغيتي. ما بقاتش في النوع ديال المدرسه اللي كتقرا فيها. رساله اللي كنوجه لي مي بارون كنقول لهم ان غران ميرسي، حيت دائما وقفتوا معايا، حيت دائما ثقتوا فيا وثقتوا بلي نقدر نوصل داكشي اللي كنبغي. دائما كيقولوا لي بلي زعما اذا بغيتي لو ميور راه غتقدر توصل له، وهما اللي يشجعوني دائما مي بارون. كنوجه طبعا الشكر للاساتذه ديالي، الاساتذه ديالي اللي عملوا معنا مجهود من الاول العام حتى الاخر. كتحس باللي كيتعبوا معاك وكيعملوا معاك بزاف ديال المجهودات، يعني فريمون كان ان غران ميرسي مي بروفيسور كاني ليهم. وطبعا كنشكر حتى الزملاء ديالي، حيت طبعا ديك السوتيان بين الاصدقاء مهم. الواحد يقول لك مثلا كتحس براسك باللي صافي عييتي، كيجي الصديق ديالك يقول لك لا باقي تقدر تعمل. طبعا هذا السوتيان مهم بين الاصدقاء، دونك كنشكر حتى الاصدقاء ديالي والزملاء ديالي كامل. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.